يا طير الطاير يا رايح عالديرين. سؤال بده إجابة طويلة بس أنا هحاول يعني أختصر. يعني أنت بتتحدث عن شعب محتل منذ أكثر من 65 سنة، يعني في أرض السلام اللي ما شافتش سلام في يوم من الأيام. إذا بدي أحكي لك عن غزة، غزة يمكن لها الخصوصية لأنه عاشت فترة صعبة من عام 2007 اللي هو لما ابتدأ الحصار البري والبحري وإغلاق المعابر. هذه من هون بلشت المعاناة الحقيقية، أو مش الحقيقية، المعاناة الصعبة. ومرور يعني خلال من 2007 لحد العام هذا حوالي أكثر من 3 حروب في 6 سنين. تخيل يعني أنت بتحكي عن 3 حروب في 6 سنين، شو بدها تكون الأوضاع؟ حدد الرمال يعني كان شغلي يعني بصراحة. يمكن في هذيك الآونة خليني أحكي لك بصراحة، يعني شغلي استفزتني نوعا ما، إنه كيف يظل هالعدوان وهالقتل اللي كان للأطفال والنساء والشيوخ. إنه لاحظت إنه في ناس كتير يعني عم تأخذ دلو اللي هو المية إنه مشان يعيشوا جو معين. في ناس يعني كمان قاعدة بتتدبح، يعني مش فقط في غزة، في أماكن عدة في الوطن العربي، أو خليني أحكي لك في الشرق الأوسط، بس أنا بدي أختص بفلسطين أو بغزة لأنه المنطقة اللي أنا طلعت منها. فحسيت إنه يعني الشغلة أصبحت يعني غريبة نوعا ما، إنه الناس كلها صارت تقلد يعني، أو خليني أقول لك أو أعتبرها زي كأنها تقليد أعمى. كل عمال بدير حاله ثلج ومي. طيب في ناس يعني احنا ممكن نساعدهم بحاجه اكثر، الناس الجعانه، الناس اللي بتنقصف في يوم، الناس اللي بتموت، اطفال، نساء اللي شفناهم في هالمجازر الرهيبه اللي صارت في هاي الحرب وما لقيناش حدا متحرك. فانا استفزيت من داخلي انه الكل عمال بيضحك وشايف الموضوع ده والمية انه هذا الشيء بضحك يعني، او شيء مثلا انه غريب، او الكل صار عمال بيعمل له تلي. فانا يعني حبيت انه انا اجرب انه اشوف، طيب الواحد اللي بنزل حاله دلو المي هذا، طب كيف الانسان اللي بنقصف عليه بيته وبنزل عليه التراب والردم، شو شعوره هذا بده يكون؟ فحبيت انه انا يعني ايش الشعور، مش انه بدي اعمل يعني انه قصة انه بدي حد يقلدني، لا، انه حبيت اوري انه شوفوا هدول الناس ايضا، يعني هدول عايشين معنا، يعني بشر هدول اللي عمالين بموتوا وبنقصفوا، وهالمجازر اللي فعلا رهيبة جدا اللي صارت في خلال هذا العدوان. وللأسف ما شفناش حدا حرك ساكن من العالم الحر، أو من يعني ما سمعناش غير التصريحات واللي زي كل مرة واللي زي كل عدوان بيجي. سؤال غير شكل هذا. شوف أنا إنسان بسيط. في عندنا مثل فلسطيني بيقول مدح نفسه كذاب، عرفتي؟ ما بحبش يعني أحكي عن حالي، لكن أنا الحياة اللي عشتها يعني لليوم أنا متمسك فيها، يعني مش قادر أتغير، عرفتي؟ بعض الناس بيقولوا لي لا أنت لازم تطلع من الجو هذا وتصير أنت خلاص نجم، أنت كذا، أوكي يعني على عيني وراسي، بس إنه حياتي اللي أنا عشت حياة صعبة جدا. يعني ما بديش يعني إذا بدي أفوت لك بتفاصيل بخلصش، بس إنه أبوي طول عمره بيحكي شغلة يعني أنا بتعجبني، أنا بعتبر والدي قدوة يعني، الله يسهل عليه. الوالد بيقول لي اللي الزلمة اللي بندعكش هيك كان يعمل لي، بيقول لي بطلعش زلمة، عرفت كيف؟ فبديش أقول يعني أنا مش اندعكت بس يعني وتليفت كمان. فالحياة والبيئة اللي أنت بتعيش فيها، الإنسان ابن بيئته، عرفت كيف؟ أنا عشت ظروف كتير صعبة في أسرة بسيطة، في حي بسيط، في مخيم. أنا عشت في مخيم، يعني شو بدي أقول لك، يعني أنا لما وين يعني شغلي لما كنا وإحنا صغار، أنا بشوف الصغار سبحان الله
أجمل شيء في الدنيا لما تلاقي صغير بلعب مع لعبة كذا. إحنا ما كناش يعني يعني في المنطقة اللي أنا كنت عايش فيها ما كانش هالملاعب ولا هالمنتزهات ولا هالأشياء هيك، عرفت كيف؟ يعني إحنا كبيرنا كنا نجيب هالحجرين أو نحط الله يكرمك شباشب ونعمل عرضات جوان ونلعب وإحنا حافيين، والله والواحد فينا يتجرح يتجرح في لما نيجي نلعب كورة 5 مرات ودم وينزل من رجله هاي ومن رجله ونكمل عادي، عرفت كيف؟ هاي كانت يعني هاي كانت الشغلات اللي انا بتذكرها. بس بالنسبه لي قديش كانت صعبه هاي الشغلات، بس قديش كانت حلوه، عرفت كيف؟ وهي الشغلات بقدرش اطلع منها او اتقمص حياه يعني غير اللي انا فيها. صح يعني انا اليوم يمكن بعض الناس بيحكوا لي انت واجهه ولازم تكون كذا، يعني الواحد يعني كيف بدي اقول لك، دائما يعني اكيد انه الانسان اخلاقه واحترامه للغير هذا شيء مهم، ولكن يعني في عادات عندي انا يعني صعب انه انا اطلع منها او اخرج منها. والله انا كان حلمي انه انا اصير صحفي ولكن فلحت في الغناء.